جديد. تنقسم النساء في مجتمعنا إلى ثلاث أقسام أو أكثر من الأقسام دي، بس يعني طبعا بنحاول نخليها في موضوع العمل. في نساء اللي يحبوا يشتغلوا في الوظائف الطبيعية، وفي نساء اللي يحبوا يكون عندهم ريادة أعمال، وفي اللي يحبوا يجمع بين الاثنين. طبعا هذا الموضوع رح يكون بمناسبة اليوم العالمي لسيدات الأعمال، ورح نتكلم أكثر في هذا الموضوع مع خبيرة التوظيف والتدريب أستاذة عبير البيحاني. نورتينا في استديوهاتنا أستاذة عبير. قبل ما نبدأ ونخش في الموضوع، نبقى نلخص أول شيء، من هي سيدة الأعمال برأيك؟ أول شيء حابة أرحب فيكم وسعيدة بتواجدي معاكم. مصطلح سيدة الأعمال مصطلح أنا أشوفه تتسم فيه السيدة صاحبة الفكر الخلاق اللي قدرت إنها هي ترجم فكرتها هذه لشيء عملي وتؤمن به وتحقق به عمل ما أو إنجاز ما، أيا كان هذا المشروع، لو كان مشروع شخصي أو لو كان مشروع تجاري. في كلتا الحالتين هي تعتبر سيدة، بس إذا تكلمنا على صعيد الأعمال فسيدة الأعمال سيدة خلاقة، ابتكرت فكرة وآمنت فيها وقدرت تحقق فيها مشروع أو نجاح معين وقدرت تنجح فيه وتوصل فيه لأعلى. طب الموظفات هل يعتبر سيدة أعمال؟ الموظفة أنت زي ما قلتي أنه السيدات يصنفوا لعدة تصنيفات. إحنا نتكلم عن سيدة، في سيدة تكتفي بالوظيفة أو مو تكتفي بالوظيفة، هي الآن موجودة في وظيفة، ممكن صحيح. يتغير فكرة وتتحول من سيدة مجرد موظفة إلى سيدة أعمال، أو ممكن تجمع بين الشيئين. وفي سيدة اللي هي اكتفت بالعمل لوحده. في كلتا الحالتين لابد أن السيدة في حال وجودها في وظيفة أو في حال بدأ بفكرة معينة أو مشروع ما، الوظيفة بالنسبة للموظفة هي فترة لاكتساب الخبرة، تكتسب فيها خبرة معينة، ممكن يكون مجال عملها يخليها ممكن ما يكون عندها فكر، لكن باتصالها مع أشخاص معينين بتجارب معينة ممكن تنشأ فكرة معينة وتبدأ فيها. حلو. طيب ما احنا مع كل التطورات اللي سارة في مجتمعنا اليوم، كيف بتشوفي واقع سيدات الأعمال؟ اتطور ولا باقي على وضعه؟ أكيد واقع سيدات الأعمال. أصلاً المرأة بشكل عام بالذات في المملكة العربية السعودية وتوجهات الدولة الجديدة في خطتها في رؤية 2030، جزء منها كبير أو جزء مهم منها بتركز عليه حول دعم المرأة ودعم توجه المرأة في تطوير نفسها، صحيح. سواء من ناحية تدريبها أو سواء من ناحية رغبتها في أن يكون لها عمل مستقل ويكون لها شخصية مستقلة، إنها تقدر تدير هذا الشيء وثقة بنفسها بتدعم هذا الشيء الدولة. وطبعا المرأة فتحت لها في الفترة الأخيرة مجالات كثير، سواء من ناحية تدريب أو من ناحية تأهيل أو من ناحية دعم لها عشان تبدأ فرصة عمل جديدة. أولها وأبرزها كان من بداية وجود مركز السيدة خديجة بنت خويلد في غرفة جدة، وطبعا تسمية المركز جاءت من أنه السيدة خديجة رضي الله عنها كانت من أول النساء في امتهان مهنة التجارة، صحيح. وعلى هذا الأساس وجد هذا المركز ليدعم صاحبات الأعمال عشان يقدروا يبدأوا عمل خاص بيهم ويعرفوا إيش الفرص الاستثمارية، صحيح. المتاحة اللي يقدروا يستغلوها. طب بالمقارنة بالوظيفة، يعني في النساء اللي هم عندهم وظيفة والنساء اللي عندهم أعمالهم الحرة، إيش تفضلي أنت وإيش اللي تحسي أحسن من الثاني؟ أنا زي ما قلت لك أفضل اكتساب الخبرة في كلتا الحالتين، ولكن إذا المرأة كانت طالما حتى وجودها في وظيفة لابد إنها في كل مرحلة من المراحل تحاول أن يعني تدعم نفسها بالخبرات، سواء كانت خبرات تدريبية سواء كانت خبرات معرفية، تطلع لربما تطرح يعني تطرح لها فكرة معينة ممكن بعد كده تحولها، صحيح. لمشروع مستقل. طيب إيش الفرق بين الاثنين؟ مثلا لو أنت ماسكة وظيفة ولا ماسكة المشروع، ايش تحس الفوارق اللي موجوده فيه؟ انا اقول لك الفرق. لما تمسكي وظيفه طبعا في بعض الوظائف لها تفرعات في العمل كثيره تكسبك خبرات متنوعه، وبعضها يمشي على رتم واحد، فاللي لها تنوع حتكسبك خبرات اكثر، وممكن زي ما قلت لك تحولك لفكره ممكن تعملي بها عمل خاص. في المقابل صاحبه العمل الخاص هي من البدايه حاولت انها حابه انها تستقل بنفسها، هذه برضو تنشا من رغبه،
للمرأة نفسها. في ناس يحبوا كمان زي ما قلت لك انه خلاص يمسك وظيفة معينة، بس اهم شيء في كل الحالات سواء كان سيدة اعمال زي ما قلت لك او كانت موظفة، هي انها تطور من نفسها عشان تقدر تحقق شيء. هذا هو اهم شيء. صحيح. طيب احنا بالرغم من هذا التطور اللي احنا فيه، ليش ما زال الهدف للكثير من سيدات الاعمال انها مجرد وظيفة؟ من يعني لسه بيعتبروا انه بس هي مجرد وظيفة، يعني ما بيبدعوا فيها كسيدة اعمال. انت بتتكلمي عن الوظيفة؟ أي كوظيفة. أي أيوة. اتوقع يفضلوها اكثر. في بعض السيدات ما هم يعني حتى لو انها طرحت عندها فكرة ما عندها ايمان قوي بانه هذه الفكرة ممكن تبلورها. تخاف. في هذا الخوف ينتج من عاملين، خوف داخلها هي ووجود أشخاص سلبيين حوالينها بيخلوها ما تؤمن إنها ممكن إنها تحول حياتها مجرد موظفة إلى سيدة أعمال. في بعض الناس ينظروا إيه للسيدات الأعمال اللي حققوا الآن، في كثير أسماء لسيدات أعمال ناجحين وحق يعني حققوا بصمة سواء على الصعيد العملي أو على صعيد المشاركة الاجتماعية في زيادة الوعي بوجود المرأة في مجال. طب أنت كعبير البيحاني كيف ممكن تقدم لهذه السيدة اللي هي ما عندها جرأة أنها تفتح مشروع، كيف ممكن تدفعيها لأن يكون عندها حماس أنها تفتح وتنجحه كمان؟ أولا إيمانها هي بنفسها. الإيمان بالنفس خطوة أولى لبدء البحث حول مشروع ما. صحيح. او فكره ما. انا عندي فكره، لازم يكون عندي ايمان. وانا انصح، انا كنصيحه شخصيه، الابتعاد عن الاشخاص السلبيين في حال كان عندي فكره. يعني تقفل اذنها تماما منهم. مو لا بالعكس، هي تحاول انها تصنف الاشخاص، لانه وجود الاشخاص الايجابيين كمان مهم جدا. طبعا الخطوه اللي بعدها انها تبدا تبحث، وطبعا في كثير مراكز الان زي اللي هي بتدربها وبتاهلها تعرف انه هذه الفكره كيف انا حقدر احولها لمشروع. ممكن اذا كانت ما في ناس برضو يخاف من عدم وجود الدعم المالي، الان في كثير جهات صارت تدعم ماليا. صحيح. في ناس تخاف من عدم اغلب المشاريع معطلها هذا الموضوع. كثير مشاريع معطلها انه انا ما عندي فلوس، اهل الخير زادوا صراحه في الموضوع ده. ايوه. المؤسسات اللي تدعمها الدوله او المؤسسات اللي يدعموها بعض رجال الاعمال في انها تعطي مثلا بدايه مشروع، تعطي راس مال لبدايه المشروع. واصلا حتى مو بس كانوا يعطوهم راس مال، يعطوا راس مال لبدايه المشروع ثم يعملوا دراسه جدوى للمشروع ويتابعوهم لحد ما يكمل المشروع. حتى انا ابغى اقول نقطه مهمه، ليس فقط على صعيد السيدات اللي عندهم شهادات او كذا، يعني في بعض الجهات على سبيل المثال جمعيه الايدي الحرفيه هي اللي تحضرني، بس انا ما اخصصها، بس انا كمثال. بتاخذ فئات من السيدات اللي هم ممكن عندهم شهاده ابتدائيه او متوسطه او ما كملوا شهادتهم، عندهم حرفيه. ايوه عندهم، فتعمل لهم تدريب على مهن حرفيه. حلو. وتنقلهم لمرحله اخرى هي كيف يبداوا مشروعهم الصغير. ويبداوا معاهم فتره في التسويق لهذا الموضوع. فيحولوك من مجرد شخص عادي الى شخص صاحب مشروع وشخص ناجح، يعني له فائده. أيوة. في المجتمع. حلو. فبالتالي النقطه الاساسيه في هذا الموضوع هي البحث عن المكان الصحيح لنقطة البداية. وبعد كده انطلق. طيب في مشاريع كثير صغيرة تبدأ ويكون أصحابها متحمسين، خلاص حنسوي كده حنعمل كده، تلاقيهم في وسط الطريق خلاص يوقفوا، صار يعني صار عندهم وقوف، خلاص أنا ما بكمل المشروع ده. هل هذا بسبب الإحباط، بسبب ضعف العزيمة، عدم الاستمرار، يعني إيش السبب اللي يكون في يعني أي مشروع في الحياة تقابل عوائق كثير. العائق المفروض الإنسان لو فكر بطريقة صحيحة إنه ما يستخدمه كعائق. هذا العائق لو جيتي فكرتي فيه إيه، وإنه محفز لأنه حيعلمك شيء. طبعا. يعني حتى لو فشلتي النقطة دي، إذا المرة الجاية لما أنا حكمل المفروض إنه أنا ما حعمل الشيء ده لأنه هذا الشيء سبب لي خطأ في مكان ما. حتتعلمي. أيوة حتتعلمي. صحيح. وحتى وإن حصل ولا سمح الله، أنا ما أقدر أقول لك كل واحد خلاص بدأ مشروع خلاص نجح فيه 100%، ممكن يفشل في هذا المشروع. احنا ما نعتبره فشل، نعتبره نقطة أنا حتعلم منها مستقبلا، إذا أنا بدأت في شيء جديد. صحيح. فأنا حبدأه بالنقاط هذه كلها، ححذفها وحبدأ بشيء بطريقة إيجابية وحأنجح في المرة الجاية. صح. طيب احنا الحين الحمد لله مجتمعنا صار متقبل كثير مشاركات المرأة في مجالات عديدة. طب إيش هو التدريب اللي ناقصنا أو التوجيه المفقود عندنا حتى الآن في المجتمع؟
طبعا التدريب، التدريب ما احنا ما نقول تدريب مفقود، لانه الان قنوات التدريب يعني احنا عندنا في مراكز كتير او جهات مختلفه سواء حكوميه او خاصه بتقدم ورش عمل وبتقدم ورش توعويه، واحيانا الحضور فيها ما يكون مثلا بمبالغ ماليه، عشان دائما مشكله بعض الاشخاص او يعني جزء خليني اقول مو كبير عشان لا احبط، ولكن جزء بيقول لك لا خلاص انا حاحضر الدوره دي، حدفع المبلغ الفلاني وحاعمل كذا لا، في كثير اماكن صارت بتقدم اشياء توعويه، اقراي على النت، وعي نفسك. فهذا هذا انا ما اقول لك انه موجود، بس انا كنت اقصد بالتوجيه المفقود، في ناس عندهم افكار مشاريع وحابين يبداوا لكن ما هم عارفين كيف يبداوا، يتوجهوا للمراكز اللي تدعم المشاريع الصغيره. زي ما قلت لك للسيدات مركز السيده خديجه، في عندك الاسر المنتجه، في عندك مراكز لدعم المشاريع الصغيره، يجوهم، يكونوا حتى في ناس بيجوا ما يكونوا حتى عارفين، لا يعملوا دراسه جدوى ولا يعرفوا يحسبوا نجاح المشروع، لا تقدمي الفكره، بيكونوا معاك ستيب باي ستيب لين ما توصلي لنقطه البدء، وحتى يخلوا معاك لجان تتابع معاك سير المشروع لمده عام. حتى لو انا ما عندي الخبره الكافيه او ما عندي معلومات، بس مهم جدا في انك لما تفكري الفكره كمان لازم في دور للانسان نفسه، اوكي في جهات تدعم، لكن انت كشخص لازم انك انت تقرأي عن الفكرة دي. أكيد. يعني أنا لما أمسك مشروع لازم أعرف وضع السوق، هل هذا الشيء مرغوب أو غير مرغوب، هل هذا الشيء الناس ناجحة فيه أو لا، عشان أقدر إنه أنا أحدد إنه هل هو مشروع مجدي بالنسبة لي أو لا، أطلع بفكرة مميزة كمان. أيوه. تكون مهم ومهم جدا كمان نقطة تانية إنه أنت ما تشعتري أفكارك، في كثير في بعض الناس يكونوا يحددوا أكثر من مشروع أو أكثر من فكرة. فأنا حعمل ده، أنا حعمل ده، أنا حعمل ده، أو مشروع واحد بس تكون فيه كل الجوانب تجميله. لا حاولي عشان تنجحي، من برضه مقومات النجاح اللي انا اشوفها اساسيه انك انت تركزي خطوه على الهدف. ايوه خطوه واحده على الهدف، وتبداي انت خلاص ترسمي الصوره اللي هي حتمشي فيها او الطريق اللي انت حتمشي فيها. صحيح. صحيح. طب مثلا انا عندي فكره انه انا ابغى اسوي عمل خاص فيا، هل لازم اكون موظفه قبلها بخبره موظفه، ولا عادي انا ممكن خلاص اقرر اليوم ان افتح بزنس، ابغى ابدا بزنس، هل تتوقع هذا الشيء ينفع ممكن؟ هو في حالات وحالات، يعني في بعض الانواع من المشاريع تحتاج انك تكوني صاحبه اختصاص فيها. أوكي. يعني مو مجرد انك انت مثلا ابغى افتح مشروع مثلا، بس هل تساعدوا الناس اللي زي كذا؟ مثلا انا جيت اقول لك ابغى افتح شركه وجيت اتدرب عندكم، هل انتم ممكن تساعدوني في ذا الشيء ولا لازم يكون؟ هو لازم انا انه شوفي اي جهه حتدعم لازم تجلس معاكي اول عشان تقولي لها فكرتي. ممكن في بعض الفكره اللي انت بتقوليها شيء مثلا خيالي ما يصير اساسا، ده الشيء ما يصير، فهو يوجهك يقول لك ده ما يصير، او يقول لك الشيء ده عشان انت تبدايه لابد انك انت تاخدي كذا وكذا 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 من المهارات، او ممكن يكون ما يناسب مهارتك. يعني انا حتى لو مشيت معاكي في البدايه فيه حتستمري فيه ممكن ما يزبط معاكي، لانه لازم يكون له اختصاص. بس في مشاريع تانية بس انك انت تمتلكي مهارات معينة وانت تقوي نفسك فيها وتصقليها عشان تقدري بيها انك انت تحققي المشروع في الاطار المتاح. صحيح. اللي هو للجميع. صحيح. طيب زي ما ذكرت ايمان في البداية انه في سيدات بيكون عندهم عملهم الخاص او وظيفتهم اقصد الاساسية وحابين يفتحوا عملهم خاص جنب هذه الوظيفة، كيف ممكن انا اكون ناجحة في الاثنين؟ اذا انت نظمتي نفسك، يعني الان حتى يعني ما اخلي واحد ياثر على الثاني، طبعا في وجودك في العمل انت في اطار عملك حتبدي وتنجحي اذا انت تبغي تستمري في العمل. في من ناحيه ثانيه اذا كنت حابه تبداي مشروعك خلاص، هذا وقتي هنا وهذا وقتي هنا. اهم شيء تنظيم الوقت، تحديد الاهداف. شوفي تحديد الاهداف مهم جدا في انه حتى يرتبك انت كيف حتمشي. صحيح. واهم نقطه قبل ده كله ايمانك بانك انت فعلا قادره على انك انت تعملي هذا الشيء. صح. هذا مهم جدا، عشان كده بعقب عليه في كل نقطه من حوارنا. لانه فعلا اذا انت قدرتي تؤمني بانك انت قادره رغم الصعوبات، احيانا حيشكل عليك ضغط على فكره هذا الموضوع، انك انت ماسكه مشروع وفي نفس الوقت ماسكه وظيفه وفي نفس الوقت ممكن تكوني مسؤوله عن بيت واسره وتبغي تديها وقتها. صح. حياتك الاجتماعيه وحابه تنجحي في ده كله. تنظيم الوقت هذا مهم جدا، اذا نظمتي وقتك كنت صاحبه خبره في مجالك، كنت صاحبه خبره في مهنتك. بل بالعكس صاحب المهنة أحيانا يستفيد أكثر من ناحية احتكاكه بكثير ناس، حيكتسب خبرة، حيكون أول بأول شايف ناس أول بيسمع منهم، فممكن على أساس هذا الشيء يغير أفكار أو يطور أفكار. طب قد جاتك ناس من اللي يعني طاحوا في أخطاء
تحبي تنصح الناس انه لا تسووا هذا الشيء في تكونوا في بدايه مشروعكم، لا تسووا هذا الشيء انه ما يطيحوا في هذه الاخطاء؟ ايوه، في نقطه مهمه انهم لا يكون ابنهم تسمع سمع عشوائي، بمعنى ابحث عن المعلومه من مصدرها. انت مثلا تقولي لي انا ابغى استورد شيء فلاني، احتاج لوكاله ما او حاجه او زي كذا، يعني ايش الاجراءات؟ اجي اقول لك لا مستحيل، مشروع ممنوع مرفوض، اديكي كل الرسائل السلبيه. صح، اللي يعني لا احبطك لان فجاه ممكن تقابلي شخص اخر تيجي تقولي له خلاص انا فكرت اعمل ده المشروع ورفضته. ليه؟ عشان قالوا لي ممنوع. مين قال لك؟ فلان. روحي انت من نفسك. كثير الناس ما يكون عندهم خبره ولا عندهم معلومات. ايوه، اختصري على نفسك الموضوع بالبحث عن المعلومه من مصدرها الصحيح فقط. ولا تسمعي، لا تسمعي ابدا. هذه نصيحه اوجهها لكل سيده اعمال ولكل شخص حتى حابب انه ينتهي مهنه معينه. لا تسمع كثير لاشياء عشوائيه. روح تبغى معلومه، روح لمصدر المعلومه. صحيح. اجراءات فتح مشروع، روح لوزاره التجاره. صح. روح لغرفه جده، روح لوزاره العمل، اعرف ايش هي الاجراءات. عادي لازم يكون في مجهود في البدايه عشان تقدر تحقق النتيجه اللي انت تبغاها. طيب. هذا مهم. طيب، والناس اللي عندهم مثلا اعمال بس يقول لك انا ماني عارفه هذا العمل، ابغى نتيجه سريعه، انا ماني مستحمله، انا ابغى اسرع نتيجه، ايش الواحد ممكن يجيب له من نصيحه او خطوات معينه لازم تكون في راس الواحد؟ لا تستعجل. احنا في برضه هذه نقطه مهمه، الناس برضه تقول لك اول ما تقولي لها مثلا مشروع كم حيطلع لي؟ ايوه، هتقول لهم لسه مو دحين، يقول لك انا بطلت. يعني كده من الاخر بالضبط. فيجوا يبداوا يبغوا مشروع، ما عندهم صبر. ايوه، ما في صبر. العائد في اي عمل، خلينا نقول حتى على سبيل المهنه الوظيفه الان مثلا، اي شخص حاب يمتهن مهنه مو بس مشروع يبدا فيها، مو اليوم متى حتصير مدير؟ لا، ممكن ما تصير مدير اذا انت ما اجتهدت. صح. الان حتمشي خطوه وبعدها خطوه وبعدها حتطور في نفسك، ممكن يحتاج الخطوه اللي جايه اني انا ادرس، ممكن تحتاج الخطوه اللي بعدها اني انا اعمل. وتاكد طالما انك انت مجتهد وتمشي بخطوات مدروسه هذه نصيحتك مثلا لسيدة. ايوه، فبالتالي اي صاحب مشروع بسيدة أعمال أو كده تبدأ قلت لك تدرس وتعرف إنه مو الآن. ممكن زي السيدات اللي يمتهنوا مهنة بيع سلع معينة زي ما نشوفهم في مواقع التواصل الاجتماعي، تيجي تقول لك طب أوكي، طب مليان هذا الشيء منه، طب كيف أنا حيجيني؟ صدقيني في بصمة أنت حتحطيها، وكل إنسان وله عملاءه، وكل إنسان تقدر تكون مختلفة. أيوه، أنت حبيت تكون مختلفة، تقدر تكون مختلفة. فأنت أبدئي واعملي كل المقومات وان شاء الله حتنجح. حتى في بيد الله تمام. اكزاكتلي، والارزاق بيد الله في النهايه، سواء جاء سريع ولا صحيح. طيب، انا حابه اسالك، احنا عندنا مشاريع كثير وعندنا افكار ما شاء الله، يعني ما بقوا افكار، بس انا حابه اسالك ايش الافكار اللي تحب تنصح بيها اللي يبغوا يبداوا مشاريع بس ما عندهم افكار؟ في افكار ابغاك يعني تركزي على افكار معينه حابه ان الناس تركز عليها في الفتره الجايه؟ والله شوفي، ما اقدر احدد لك برضه فكره معينه. زي ما انت قلتي انه الافكار مره كثير، ممكن في فكره انت تفكري فيها وفي فئه كبيره، يعني مجموعه كبيره بيشتغلوا في نفس الفكره. ما اقدر اقول لك لا تعمليها، لانه الفكره هذه ميولك لها، تحبيها، مؤمنه فيها، طب تعمليها، ليش لا؟ لكن انا افضل دائما انه الناس تركز اكثر ايش في اطار العمل التجاري المرغوب والمندثر. يعني ما مثلا من الاشياء اللي ما انصحها، يعني تيجي تقولي لي انا ابغى شيء غير بزنس، اساسا لا الناس رغبانينه ولا يبغوه ولا هو موجود، وحتى الفئات اللي بتعمل في هذا المجال. ادرسي السوق، شوفي مثلا زي انا مثلا ابغى استورد سلعه معينه وحتاجر فيها وسبق استيرادها، طب هل كانت فعلا مرغوبه وحقدر احقق فيها عائد؟ فرضا كانت مرفوضه من السوق. ايوه، فبالتالي هذه نقطه. والنقطه الثانيه، اتوجهي اقرأوا في الرؤيه المستقبليه للبلد. ايش اللي تبغاه؟ ايش في اشياء ترى على فكره جديده، لو ركزوا قراءه اكثر في المستقبل والرؤيه الجديده حيلاقوا انه في اشياء لسه ما هي موجوده يقدروا بها يفتحوا مجال عمل. صراحه استاذه عبير البيحاني نورتينا، وكان الموضوع اكثر من رائع، واتمنى ان المشاهدين الكرام استفادوا منه. طبعا نطلع لكم لفاصل قصير ونرجع لكم في سيدتي بعد الفاصل. تزايد شكوى السيدات من السيلوليت، وسيدتي يقدم أفضل تقنيات العلاج. أنت متفوقة معها وطموحة معها.
السعيدة معها، الرابحة معها، معها أنت الشابة الدائمة، سيدتي، سيدة المجلات العربية.